دائما حاضر دائما موجود جديد ولا قديم حتى انت تحب تجي بصح كاين بزاف فنانين للاسف يجونهم دعوات بصح عادوا يتكبروا كاين اللي قاسهم غرور كاين اللي عندهم ما نلوموش اللي عندهم انشغالات لكن كاين بزاف فنانين اللي يقول لك انا نجي اذا نخلص نجي ماشي نجي باش نبان هذه بكري كانت هذه العقليه درك مازالها كل واحد ضرب مازالها عليه نعرضك تجي ما عندكش مشكلة نو انا نجيكم جيتكم في العيد جيتكم في رمضان جيتكم في المولود جيتكم معليش كل مناسبات نجي ونحضر لان هذا واجب مني وثاني باش يكون عندي الاحتكاك مع الجمهور تاعي ولكن برك انا قلت لك المشكل وراه في الرياضه كاين قنوات خاصه بالرياضه وبكره القدم ولكن في الموسيقى ما عندناش ما كاش قنوات خاصه بالموسيقى بالموسيقى يعني الكليب وين الفنان يقدر يجيب الكليب تاعو ويخليه يدور في النهار ربما اللي ما شافوش اليوم يشوفوا غدوه هاو فاش اللي خاصنا لان على هذه الجمهور ما منتوما منشطين ومذيعين دي فوا تتسائلوا تقولوا وراه الفنان هذا ماناش نشوفوه والفنان هو هنا في الساحه برك ما لقاش كيفاش باش يقدم حاجه للجمهور وان شاء الله مسار فني ما شاء الله عليه حافل بالنجاحات